It's rare that an internal investigation would be able to commence within such a short time. من النادر بدء تحقيق داخلي ضمن مهلة قصيرة إلى هذا الحد كما جرى في حادث 21 آب ومع سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا البشرية فإن مرور بضعة أيام لا يؤثر على إمكانية جمع عينات قيمة ومن إجراء مقابلات وعلى سبيل المثال يمكن رصد السارين بعد مرور عدة أشهر على استخدامه بالإضافة إلى ذلك يمكن جمع إفادات موثوقة بعد مرور هذا الوقت القصير من وقوع الحادث كإثبات مدعم.